اهلا بكم من جديد. معنا دلوقتي مع جوله مع اهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اهلا بكم. هنبتدي نشرتنا الرياضيه طبعا من المباراه الحماسيه اللي فاز فيها المنتخب المصري على المنتخب المغربي بنتيجه 2-1 في دور الثمانيه من بطوله امم افريقيا واللي بتتلعب في الكاميرون. بكده منتخبنا المصري هيواجه الكاميرون اصحاب الارض في نصف النهائي. وصفحة رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف حرصت على تهنئة المنتخب المصري بعد الفوز على المنتخب المغربي في منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونشرت الصفحة الرسمية للكاف على تويتر صورة لفرحة المنتخب المصري بالفوز، وكتبت الفراعنة من بين الأربعة النهائيين للمرة الثانية في آخر ثلاث إصدارات من البطولة، هونها علينا يا رب. كمان احتفل فريق ليفربول الإنجليزي على حسابه الرسمي على تويتر بتأهل مصر للدور نصف النهائي ومساهمة محمد صلاح في التأهل من خلال تسجيله الهدف الأول وصناعته للهدف الثاني، وده من خلال صورة نشروها لصلاح وقالوا عليها هدف وصناعة هدف آخر لصلاح بيقود به المنتخب لنصف النهائي من بطولة الأمم الأفريقية. من ناحية تانية بقى، محمد صلاح حرص على ان هو طبعا محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني والمحترف في ليفربول حرص ان هو يهني الجماهير المصرية بعد الفوز على المغرب والتأهل لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية. صلاح قال مواجهة المغرب كانت صعبة وقدرنا نفوز في المباراة ونهني الجمهور المصري بالفوز. خلينا بقى نروح للكاراتيه ومنافسات الكاراتيه اللعبه الشعبيه الثانيه بعد كره القدم اللي موجوده عندنا. ايه هشام لاعبه منتخب الكاراتيه فازت بالميداليه البرونزيه ضمن منافسات الدوري العالمي سيريس A اللي بتتلعب في اسبانيا، وكمان نور اكرم حقق المركز السابع في منافسات الكوميتيه وزن تحت 68 كيلو ضمن منافسات نفس البطوله. واخيرا تم تتويج الاسباني رافائيل نادال بلقب بطوله استراليا المفتوحه للتنس بعد ما فاز في المباراه النهائيه على الروسي دانيال ميدفيديف بنتيجه 3-2 بواقع نتائج مجموعات 6-2 7-6 4-6 و4-6 و5-7. باللقب ده انفرد نادال بالرقم القياسي كاكثر واحد تم تتويجه ببطولات الجراند سلام في التاريخ بواقع 21 لقب. أخبارنا الرياضية خلصت، خلينا نرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر، وهنتكلم فيها أكتر عن البطولة واللي حصل امبارح ومباريات امبارح. نروح لأحمد وفسنت عندهم كلام كتير، اتفضل يا أحمد واتفضل يا فسنت. شكرا ليك يا منى.